ده يوسف ولدي لما راح لمحافظي سأل ازاي ازاي الاتوبوس بتاعكم يعدي وسط الزراعات ويروح لبلاد ويجي حتى بلدني وما يجاش؟ قالوا لي ايه؟ من بكره من بكره الاتوبوس هيقف حدا البلد. والله ما قصر. امال ايه اللي خلف ما ماتش؟ دور شي تاني يا ارزاق. حاضر يا عمه. اخوكي تعرف البلد عيرمح. الله فرحت على يوسف ميتك. قرب باذن الله. هتحبيه يا بنت؟ امال ايه يوسف؟ الله. الواد عبد الرحمن مصدق سمع الخبر وجري في البلد. ما هتتبلش في بوق فولة. عات ولا اشتريها يا جد. يا الله. الناس كلها فرحانة يا يوسف. أكيد العيال تروح مدارسها والعيان يجيب دواء واللي وراه مصلحة يقضيها. الأوتوبيس ده نعمة كبيرة قوي. إيه اللي هنقعد جنب الشباك الأول؟ بعملت إيه؟ 50 قرش بحالها ياما. زمان كنت تروحي المدرسة يوم أصلا. لا دلوقتي هتروحي كل الأوتوبيس ده لحدينا. انت ليه ما جيتش القعدة اللي كانت عند جد الحاج؟ لسه ابو زيد العبيط عايز يهج على مصر. والله يظهر ان احنا اللي هنهجه. الناس سايره. الحاج احمد قال ان السواق ما شفناش. بكره هيطلع ثلاث اربع رجال يوقفوه ينبهوه مكان بلد زي. انا مش فاهم بلد ايه دي. حتى الاتوبيس مستكترينه علينا. بكره ده يوم ما يفوتنيش خالص. ما تسمعني عصفك عليه. مستكت ولا ايه؟ انا هنلعب بس انما علام لسه. جديتي؟ طيب هتعزف ولا نرميك في الجنبيه؟ خد تعالى. تعالى خد تعالى. هتعزف ولا لا؟ هتعزف؟ طب اعزف. اعزف بقول لك. اعزف. ما تحكي لي عن ابويا. احكي لك يا ولدي. كان عندك شهور لما راح الحربة. ما كانش فاهم. رجع مليان بالجروح. الحكمة قالوا له خد شهرين. ما كانش فاهم حصل ازاي. كل شيء كان بيتم بسرعة. حتى بندقيته ما لحقش يرفعها. قبل ما يموت بيوم علق في رقبتك السبحه اللي في يدك دي واتمنى لك الخير. كانت معركته وخسرها. بيا بقى يا سبك جامع الأمام فاق الجامع تشكي الولي يا كل ما تتعب. انت ليه جبت البندقية معاك؟ ما انت عارف بلدك تخاف ما تحتجيش. جه بدري يعني. الاتوبيس مش هيقف.
الحال نبلغوا الحاج احمد في البلد. مانيش اخر حبيب يدخل مدينتك ولا حتكوني يوم اخر حبيبك. مانيش اخر حبيب يدخل مدينتك ولا حتكوني يوم اخر حبيبك. ده اللي انكتب مفروض يعني جود العنب واللي انجرى غني وقت بس تغيرى. ده اللي انكتب مفروض يعني جود العنب واللي انكرى غني وبس تغيرى. مشروخ يا ناي ما تغنيش زعجك وجعني ولا مكفانيش. دعني كده المرايات مرسومة انا فيهم يا ضيعة الحكايات اللي انت فيهم. دعنيك دول مرايات مرسومة انا فيهم يا ضيعة الحكايات. Oh.